السلام عليكم. Our subject today is the nervous system, الجهاز العصبي. من الناحية التشريحية، اعتمادا على مواقع مكونات الجهاز العصبي، anatomically the nervous system divided into central nervous system، جهاز عصبي مركزي include the brain and the spinal cord، يشمل الدماغ والحبل الشوكي. Secondly, peripheral nervous system، والجهاز عصبي محيطي include the cranial nerves and spinal nerves. من الناحية الوظيفية، the nervous system divided into somatic nervous system، تقسم إلى جهاز عصبي جسدي which controls the voluntary activities، الذي يتحكم بالفعاليات الإرادية. Secondly, autonomic nervous system، جهاز عصبي مستقل which controls the involuntary activities. Regarding the central nervous system consists of the brain، الدماغ يتألف من cerebrum المخ، cerebellum المخي، midbrain الدماغ المتوسط، pons هو الجسر، medulla oblongata النخاع المستطيل، diencephalon هو الدماغ البيني، ويحتوي على منطقتين، نوع من أنواع الغدد، واحدة تسمى thalamus والثانية تسمى hypothalamus. بالنسبة للحبل الشوكي spinal cord، هو الجزء الثاني من أجزاء الجهاز العصبي المركزي. The two parts that mean the brain and the spinal cord are protected by bones which include the skull and vertebral column، يحمي الدماغ عظام الجمجمة skull and vertebral column، والعمود الفقري هو الذي يحمي الحبل الشوكي. So we can see here different parts. This is the whole of this part called cerebrum. بالنسبة للأجزاء المهمة لموضوع الجهاز العصبي المركزي، هذا هو المخ cerebrum. This is cerebellum المخيخ. This is diencephalon. Di معناتها ثنائي، تشمل منطقتين التي هي الثلاموس والهايبوثلاموس، نوع من أنواع الغدد الإفرازية في الدماغ. This is the midbrain، الدماغ المتوسط. This is pons، جسر، هو يسمى جسر لأنه يربط بين منطقتين، medulla oblongata النخاع المستطيل. بالنسبة للجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي، يتألف من نوعين من أنواع الخلايا. First the neuron which represent the structural and the functional cells and the nervous system، هي الوحدة الوظيفية والبنائية في الجهاز العصبي. تتألف consist of nerve cells and their processes، يتألف من مجموعة من الخلايا العصبية، وهذه الخلايا العصبية لها ميزة أنها تحتوي على بعض البروزات والنتوءات ممتدة من جسم الخلية. Neuroglia هي الخلايا الساندة، the supporting nervous tissue for the neurons، هو عبارة عن خلايا تسند الخلايا العصبية وتكون المادة الأساس في الدماغ والحبل الشوكي. بالنسبة للخلايا العصبية have two types of processes، تمتلك نوعين من أنواع البروزات. First the dendrites which are short processes of the cell body، هي عبارة عن بروزات ونتوءات قصيرة، وظيفتها carries nerve impulses toward the nerve cell body، تقوم بنقل الإعازات العصبية إلى جسم الخلية، يعني تقوم بجلب الإعازات العصبية نحو جسم الخلية. Neurons may have multiple dendrites، ويكون هذه البروزات تكون متعددة، multiple in number. The second process is the axon. Axon is the longest process of the cell body. هذا هو الفرق بين الأكسون والدنترايت. The axon is longest process while the dendrites are short، يكون طويل، وفي حين الدنترايت تكون بروزات قصيرة. That وظيفة الأكسون that carries nerve impulses away from the nerve cell body، تقوم بإرسال الإعازات العصبية بعيدا عن جسم الخلية. And
بالنسبة لي النيورونز have only one axon، تمتلك فقط بروز واحد يسمى الأكسون. And as we see in this picture there are different types of processes. These are short, multiple، قصيرة ومتعددة، called dendrites. This is the cell body and this is the nucleus. And this is the axon which is long and single. وظيفة الدنترايتس تجلب المعلومات باتجاه جسم الخلية carry impulses toward the cell body، في حين وظيفة الأكسون send impulses away from the cell body، ينقل المعلومات بعيدا عن جسم الخلية. وهذه الخلايا الأخرى هي التي تحدثنا عنها وقلنا أنها التي تمثل نيوروغلايا، الخلايا الساندة، هي عبارة عن أشكال متعددة من الخلايا، كل واحدة لها وظيفة مختلفة. The interior of the nervous central nervous system is organized into gray and white matter. بالنسبة إلى المقطع التشريحي للدماغ، إذا أخذنا مقطع عرضي للدماغ أو الحبل الشوكي، if we take a cross section of the brain and spinal cord، من الناحية التشريحية نجد أنه الدماغ أو الحبل الشوكي يقسم إلى منطقتين، منطقة غامقة اللون تسمى gray matter، لونها يميل إلى الرمادي، consists of nerve cell embedded in the neuroglia. هذا اللون الرمادي ناتج من مجموعة من أجسام الخلايا المتجمعة في هذه المنطقة. While the white matter، المنطقة المائلة إلى اللون الأبيض، consists of nerve fibers which are embedded in the neuroglia. المنطقة البيضاء هي نتيجة هذه البروزات الطويلة التي تسمى بالأكسون، الممتدة من الخلايا العصبية والموجودة في مادة الأساس، النسيج الساند الذي يسمى بالنيوروغلايا. We can see here the gray matter، هذا هو المادة القشرة التي يكون لونها غامق والذي يتكون من أجسام الخلايا، which consists of nerve cell bodies. While the white matter، هذا اللون المائل إلى البياض، composed of cell axon، يتكون من البروزات الممتدة من جسم الخلية. الجهاز العصبي المحيطي consists of cranial and spinal nerves، يتألف من أعصاب قحفية وأعصاب شوكية and their associated ganglia، وهو العقد العصبية المتصلة بها. Each spinal nerve is connected to the spinal cord by two roots، وكل عصب شوكي يتصل بالحبل الشوكي عن طريق جذرين، the anterior root، الجذر الأمامي، and the posterior root، الجذر الخلفي. The anterior root، الجذر الأمامي، consists of bundles of nerve fibers that carry nerve impulses away from the central nervous system، يتألف من مجموعة من الأعصاب التي تقوم بنقل الإعازات العصبية بعيدا عن الجهاز العصبي المركزي. Such nerve fibers are called the efferent fibers، ولهذا سميت بالأعصاب الصادرة، أي أنها تقوم بنقل الإعازات العصبية الصادرة من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم المختلفة. And those efferent fibers that go to the skeletal muscle، تقوم بنقل الإعازات إلى العضلات الهيكلية، and cause them to contract which are called motor fibers، وتسمى بالأعصاب الحركية. The posterior root، الجذر الخلفي، consists of bundles of nerve fibers، يتألف من مجموعة من الأعصاب that carry impulses to the central nervous system، وظيفتها تنقل الإعازات العصبية إلى الجهاز العصبي المركزي، لذلك سميت بالأفرنت فايبرز. أفرنت يعني الواردة، لأنها تنقل المعلومات الواردة من الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي. These fibers carry information about sensation of touch، تنقل متخصصة بنقل المعلومات الحسية عن الإحساس باللمس أو الألم أو الحرارة، that they are called sensory fibers، لذلك سميت بالأعصاب الحسية. Thank you for listening.